رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. إخواني الكرام، نحن الآن في حلقة أخرى من برنامجكم فداوها بالتي كانت هي الداوي. إحنا قبل قليل يعني كنا نرد على بعض منشورات عشوائية من الفيسبوك، رددنا عن هذا المنشور حول أن الأشاعرة توافق تأويلات الجهمية، وأتينا بتأويلات للسلف والسلفية معدودة من أنها من تأويلات الجهمية، كتأويل الساق وتأويل الكرسي بالعلم وتأويل الساق بالشدة وتأويل هذا الناظرة منتظرة الثواب والحلقة الماضية. الآن وأيضا في الحلقة الماضية قلنا سنأتي في هذه الحلقة على نحاصر الوهابية في التويتر، هذا الفيسبوك معدود للوهابية الدراويش. طيب التويتر هذا الأثرياء خاصة الخليج، طيب يعني الوهابية بيستخدموه. طيب مثلا هلا في منشور في هذا مشهور، هذا حساب فضل السلف على الخلف. أنا قلت له جيب لي الشراح للبخاري من غير الأشاعرة، قام قال لي هون شوفوا هذا الكرماني شرح البخاري، تلميذ أحمد جاب الكرماني، هذا اللي هو إيش اللي هو حرب الكرماني، قال لي هون شوف شرح البخاري في كتابه الكواكب الدراري اللي هو لشمس الدين الكرماني المتأخر في القرن الثامن، خلط بين هذا وهذا. يجب يكون يحتى ما يكون كلام، لاحظوا اذكر شرحين للبخاري لأهل السنة وكذا شرحين لمسلم، لاحظ قام كتب لي هذا اسمه عبد الله أظن، يعني هو هذا أو هذا غير طبعا صاحب الحساب الثاني، ذاك أنا ناقشته في موضوع آخر لا أذكر أين هو، لكن هو كتب هذا فتح الباري لابن رجب الكواكب الدراري لحرب الكرمان إرشاد الساري هذا القسطلاني أشعري التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن الأشعري مصابيح الجامع الصغير ل تبريزي أو صبيح الكوثر الجاري هذا الشنقيطي هذا الجنكي الشنقيطي أيضا أشعري، وفتح الباري هذا إيش لابن رجب مفوض هذا من الحنابلة. فقلت له شوف أنا هذه الشروح مؤلفوها من السادة الأشاعرة سوى فتح الباري من رجب فهو مفوض الحنابلة، وذلك وكلا الفريقين شوف من أهل بدعة عند الوهابي سواء المفوضة الحنابلة المفوضة أو الأشاعرة المؤولة. طيب شوفوا لذلك ابن رجب ماذا يقول، أن الصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار هذه آيات الصفات وأحاديث بغير تفسير الله ولا خوض ولا تمثيل، ويصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها، مش في كيفيتها، في معانيها. شوف مهم وإيش بيقول لي، وهذا هم بيقول لي نسيت حرب الكرماني، حرب الكرماني قلت له الكواكب الحرب الكرماني له كتاب شرح على البخاري، شوف هذا خلط بين كواكب الدراري للكرماني متوفى سنة 786 وجعله لحرب الكرماني تلميذ أحمد في القرن الثالث أي بينه وخمسة قرون. قلت له هذه بينه وخمسة قرون يا شيخ الإسلام، يا من تتهم الناس بالجهل، لأنه هو شو أقول لك، إما أنك تجهل أو تعاند. شوف لأنه هو تتم الكلام هون، شوف 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 هل أنت جاهل؟ والله هذا دليل عليك لا. فمتى تلقى حرب الكرماني صحيح البخاري فضلا الكتاب طبعا هذا هون رد لأحد إخواننا، لكن هون بداية كلامه هذا وين؟ شوف أخ وليد هذاك الله وأصلحك، إما أنك تجهل أو أنك تعاند، نسيت ابن رجب نسبت إلى ابن رجب إلى التفويض وهذا باطل، ونسبت حرب الكرماني وهذا أيضا باطل. قلت له هذا شرح البخاري لشمس الدين الكرماني لا لحرب الكرماني. هذا مثلا احد الشغالين على تويتر. لكن انا شوف لكم هم الان نعود الى هذا فضل السلف على الخلف، تقول هذا ناقشته ما اعرف اين حفظت الوثائق اين وضعتها ما اعرف الان. المهم هنا تعال نفتح بعض منشورات له،
حتى ايش؟ شوف هلا هون مثلا بتكلم عن قضايا الصوفيه ورقص الصوفيه وكذا والى اخره. شوف هؤلاء الوهابيه طبعا هون بالمنشور انه جايب نقل انه هؤلاء المولويه، يا شوف نقل على البدر العيني انه قد ينقل عنهم من الاطراء في حق جلال الدين الرومي، يعني ما يؤدي الى تكفيرهم، اي تكفير المولويه وخروجهم من الدين المحمدي. طبعا هذا النص هنا لما ترجع اليه، هذا هنا في كتاب عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان لبدر الدين العيني. شوف هو النص هكذا بيتكلم هون عن جلال الدين الرومي، وانه كان عالما بمذهب ابي حنيفه واسع الفقه، قصده الشيخ قطب الدين الشيرازي، وجرت بينهما محاوله، ثم ان جلال الدين ترك الاشتغال وانقطع وترك واشتغل بالاشغال وغالب الفارسيه، لا بالاشعار عفوا، غالب الفارسيه، والف كتابا وسماه المثنوي، وفيه كثير مما يرد الشرع والسنه. طيب الطاهره سنة الطاهره، وضلت يسبب طائفه كثيره ولا سيما اهل الروم، وقد ينقل عنهم من الاطراء في حق جلال الدين المذكور ما يؤدي الى تكفيرهم والخروج عن خروجهم عن الدين المحمدي والشرع احمد. شوف الوهابيه أين من يجد فتوى فيها تكفير أو فيها تضليل يطيرون فيها. شوف مع أنه هو أصلا بيقول لك قد ينقل عنه من الإطراء ما يؤدي إلى تكفير، كله احتمالات يعني. شوف هذه طار فيها وأتى بها ليضعها. شوف تعال على إيش، على منشور آخر. طيب هلا هذا لاحظوا هون، شوف أول شيء هو بيقول لك كلكم مستنقع واحد، هذا أول شيء، كل مستنقع هذه مجاز. هون بينقل من هذه الوثيقة هون أنه الطريقة المولوية جلال الدين الرومي، أنه هذا يدل الشرع أنه من الغلاة من أرباب نحلة الاتحاد والحلول من الباطنية، ونبه العلماء على الأزوم النفسي. طيب إيش رأيك أن الهروي هذا من الهروي أبو إسماعيل هذا من الحلولية الاتحادية، اللي هو شعره يقول في أحد أشعاره: ما وحد الواحدة من واحد إذ كل من وحده جاحد. وهذا فيه تكفير للرسل، مش للصحابة أو فقط أو للأمة، للرسل اتهمهم عليهم السلام، حاشاهم بأنهم لم يوحدوا الواحد، وهذا اعترف به بعض الوهابية أنه هذا كلامه يؤدي إلى هذا. أريكم إياه، لاحظوا هذا كتاب في الشرك القديم الحديث، واحد وهابي أبو بكر محمد زكريا. شوف بيقول لك أنه في طائفة حلولية تقول بأن التقسيم على التوحيد، تقسم التوحيد على 3 أقسام: توحيد العامة، توحيد الألوهية والربوبية والخصوصية والأسماء والصفات، توحيد ابن تيمية، تقسيم ابن تيمية. هون هذا تقسيم الهروي بقى: توحيد العامة، توحيد الخاصة، توحيد خاص خاصة. شوف بيقول لك انظر منازل السائرين للهروي. شو مش مش بيقول لك هذا اللي سماه توحيد الخاصة، بيقول لك بالأخير بيقول لك إيش، هذا عين الشرك، إذ هذا هو الحلول بعينه. طيب لأنه هو بيقول لك ما وحد الواحد من واحد، هذا قدوة الشموسي في تكفير الأشاعرة. شوف لاحظ الشموسي هون بيجيب لك أنه وثائق عن الهروي، يقول لك شوف هذا أهل السنة كفروا الأشاعرة. مين أهل السنة؟ يجيب لك الهروي، أو وثائق ينقلها أو كلام ينقله الهروي. شوف بيقول لك هذا، شوف بيقول لك النهاوندي قال انه كان، وجدنا النهاوندي شديد الانكار، لاحظ، على اهل الكلام وتكفير الاشعريه. شوف منين هذا ذم الكلام للهروي، هذا كمان بيقول لك الاشعار التكفيري، هذا ايضا بيقول لك الاشاعره كفار، بتقول له انت تكفيري، بيقول لك انا ماني تكفيري، انت عم تقول الاشاعره كفار. طيب لاحظ هون بينقل لك هذا ويقول لك عن الهروي. طيب انت عم تنقل عن طريق مين؟ عن طريق واحد هروي، عن طريق الهروي اللي هو انتم تقولون انه هو
توحيده عين الشرك كما هنا، لاحظتم؟ فكلام ابن تيمية في هذا الهروي. وإلا الذهبي شو بيقول لك كتاب، وهذا منازل كتاب نفيس في التصوف، رأيت الاتحادية تعظم هذا الكتاب وتنتحله وتزعم أنه على التصوف، أنه على التصوف الفلسفي. وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيم لشيخ الإسلام الهروي يحط عليه ويرميه بالعظائم بسبب هذا الكتاب. هذا هو شوف في شرح الطحاوية لابن أبي العز، أنه شيخ الإسلام إسماعيل الهروي هذا أنشد هذا، ما وحد الواحد من واحد، اللي هو إيش بيقولوا عنه هذا هو؟ ابن تيمية بيقول هذا من غلاة هذا توحيد غلاة الرافضة. لاحظ، ما وحد الواحد من واحد.